الشكل ده كان بيمثل أزمة وتحدي كبير قدام الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون وكل الأماكن المحيطة بها من مدابغ الجلود وغيرها من المباني العشوائية. كان الوضع أشبه ببؤر التلوث قضى على الوجه الحضاري والأثري والتاريخي للمنطقة. لكن قبل ما ينتهي عام 2019 الوضع اختلف تماماً. نقلنا الأول المدابغ إلى منطقة الروبيكي، حوالي 440 مدبغة و300 مصنع غيره. بالنسبة للسكان طلعوا على منطقة الأسمرات. وفقاً لمخطط الحكومة، فعملية التطوير اللي هتتم خلف السور ده والمنطقة كلها هي عبارة عن مشروعات بس، خاصة إنه غير مدرج بناء أي وحدات سكنية في المنطقة، الأمر اللي هيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل. لكن يهمنا في النهاية نعرف أصحاب المدابغ اللي كانوا متأصلين هنا أحوالهم إيه بعد نقلهم لمنطقة الروبيكي. هنا في مدينة الروبيكي للجلود حوالي 213 مصنع دباغة بواقع 192 مستثمر عشان تدور عجلة الإنتاج بشكل ممنهج ومنظم. المهندس محمود سرج واحد من المستثمرين اللي بيتابع الشغل في مصنعه بانتظام. بعد ما قضى حوالي 18 سنة في مدابغ سور مجرى العيون لاحظ فرق كبير بعد ما اتنقل هنا في الروبيكي من 3 سنين. كانت صعب جدا انك انت تقدر تحط اي مكان، كانت الوسيلة النقل الوحيدة هناك أو الرئيسية هناك هي العربيات الكارو. لما جينا هنا زودنا الطاقة الإنتاجية يعني يمكن لأكثر من 3-4 أضعاف. بنجيب ناس من برا عندنا هنا تشتغل، كان بالنسبة لنا صعب جدا أن أنت تجيب حد من برا يبتدي يشوف الواقع اللي هناك عامل إزاي، طريقة التعامل للمكان نفسه مش مهيئ خالص. بالشكل ده الاستفادة هتعم على الجميع، سواء بتعظيم دور دباغة وصناعة الجلود وعمل نقلة غير مسبوقة فيها، أو بالنقلة الحضارية والتاريخية اللي هتشهدها منطقة سور مجرى العيون.